مشيتم معنا انطلاق حملة لتهيئة المحيط تحسين وأقول تزيين في إطار تحضير الدخول الاجتماعي اللي يتميز أساسا بالدخول التربوي والمهني والجامعي. اليوم إذا عملية تاع النظافة وتزيين كبرى على مستوى مدينة ورقلة الكبرى ببلديتها وكل أحيائها. في أزيد من 23 حي ستشهد عملية بمشاركة كل فئات المجتمع من عمال بلديات، من جمعية أساسا الهلال الأحمر الجزائري، الكشافة الإسلامية، الجمعية الناشطة في ميدان البيئة، الجمعيات الشبانية والرياضية كذلك شارك في هذه العملية. دخول المدرسي ارتعت السلطات المحلية على رأس السيد الوالي أن ننظم حملة واسعة تشمل كل بلديات الولاية، تمس المناطق اللي فيها دي شارج ليغال، يعني الرمي عشوائي للنفايات، وما تخصش النفايات، تخص النفايات الصلبة، يخلط تهيئة المحيط إلى آخره.